هروح اقابل الراجل ده من بكره. لا ارجوك يا حسن بلاش تروح تقابله، بلاش تتدخل في الموضوع. ازاي بقى؟ لازم اتدخل، لازم اشوف الراجل ده بيعمل معاك كده ليه؟ ها؟ وايه الفضيحه اللي بيهددك بيها دي؟ انا نفسي مش عارفه هو ماسك عليا ايه، ومش عارفه هو عايز يفضحني ليه. اقول لك حاجه، الراجل ده فنجري بقى. يعني ايه فنجري بقى؟ يعني لا ماسك عليك حاجه ولا فضيحه. ايوه، كل اللي بيعمله ده قلق، عايز يقلقك عشان ياخد منك الفلوس اللي طلبها منك. ربنا يستر. عموما اطمني يا سلوى، انا مش عايزك تقلقي خالص وتحسي انك واقعه في مشكله. وبعدين باباكي صالح بيه هيروح له بكره ويتفاهم معاه، ويا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. حسن انا ليه عندك رجاء؟ انت تؤمريني. مش عايزاك تتضايق من الكلمتين اللي بابا قالهم لك، يعني ما تزعلش. انت فاهمه غلط، انا مش زعلان من باباكي عشان زعقلي، لا انا زعلان علشان قال لي كل واحد يقفل بابه، كل واحد يروح لحاله. امال ايه اللي مزعلك يا حسن؟ اللي مزعلني جوايا، وده اللي مش قادر اطلعه برايا. قلت اسيبه جوايا بدل ما يطلع برايا، وانت تعرفي اللي برايا، وانا كنت مخبيه جوايا من المزاد. ما رسيش على باباكي، وانا اللي بوظته. ايوه مش عارف ليه يا سلوى، كل ما اجي اعمل حاجه علشان اصلحها تبوظ، كل ما اجي اعمل خير يتقلب لحاجه تانية. مع انه والله والله يا سلوى انا نوي هتيجي ان شاء الله. يا حسنة. وشك ولا وش القمر يا سلوى، كنت فين من الصبح؟ ما جيتيش اتغديتي معانا، وما رحتيش كمان البوتيك استلمتي ورديتك، ايه الحكاية؟ يا دودي انا في موال كبير طول النهار. موال ايه؟ احكي. مش قادرة احكي ولا اتكلم، انا يا دوب انام. يعني مش عايزة تسمعي خبر حلو قبل ما تنامي؟ خبر ايه؟ ضيفتنا العزيزة نورهان الواردة من دولة الإمارات، وبنت أخت الأستاذ دقاق المحامي. مال هتستلم من بكرة الشغل في البوتيك وترحمني أنا وانت. تكلمي جد؟ جد جدا وحياتك. يا ساتر يا رب، الشغل في البوتيك ده كان كابس على قلبي زي الكابوس. وانا كمان كان مضيع مني المواظبة على الدروس. بس كلها كام يوم واجازتها تخلص وتسيب مصر وترجع الامارات عند اهلها، ساعتها يبقى يحلها حلال. ايوه ايوه ايوه. صباح الخير يا استاذ جلال. ايه يا سليمان، سايب البوابه وطالع لي لحد هنا عشان تقول لي صباح الخير؟
لا يا باشا، انا طالع لك علشان اقول لك ان الحاج خميس صاحب العماره وصاني اخد منك الايجار النهارده بتاع الشقه اللي ما دفعتوش لحد دلوقتي. يا اخي صبركم عليا، انا بقالي 6 شهور من ساعه ما سكنت في الشقه المفروشه دي وانا مواظب على دفع الايجار. ايه مش قادر يستنى عليا كام يوم عبال ما ادبر له اجره الشهر ده؟ والله انا عبد المأمور. طب اخويا سيبك من المأمور وخليك في الفطور. امسك امسك ال2 جنيه دول. اعمل بيهم ايه؟ هتروح لحد المطعم اللي جنبنا تجيب لي 1 فول وواحد طعميه و50 قرش ترشي. بس اسمع افندم، انا مستعجل وعايز انزل، يعني هعد 5 ثواني بالظبط الاقيك بتخبط على الباب وفي ايدك السندوتشين والترشي. 5 ثواني؟ ايوه يا سليمان، انا طول عمري بقول عليك راجل جدع. يلا اخويا يلا زق عجلك. عليك يا سليمان، محتاج شويه نوم شويه. ايه ده؟ ده انت باين عليك طلعت راجل جدع بصحيح يا سليمان. ساعدني. ما تدخلني يا جلال ولا تسيبني واقف على الباب كده. لا لا لا, لا تفضل يا سعدان يا اخويا تفضل. خطوه عزيز، خطوه عزيز يا سعداني. انا هروح اعمل لك كوبايه شاي. تعال هنا اقعد، انا مش جاي ضايف. ايه يا سعداني، مش قلت لك اخويا بلاش تجيني هنا ليكون البوليس قطرك ويجوا يقبضوا عليا وعليك. ويقبضوا عليك انت ليه؟ سرقت مكتب الصرافة؟ أنا اللي شلتها لوحدي، وأنت قدام الحكومة بريء. أنا اللي خدت سجن 5 سنين ومرضيش أقول لهم إنك شريكي اللي خطط وسرق معايا. وثقت في كلامك لما أقنعتني إن أشيل التهمة لوحدي وأنت تفضل بره السجن صاين الفلوس، وعدتني كمان إن نصيبي هتديني مراتي وعيالي، لكن طلعت ندل وخسيس، بلعت الفلوس كلها في كرشك وما اديتهمش مليم واحد. انت هتقعد تبستف فيا تاني النهارده برضو يا سعداني؟ ما انت قلت لي نفس الكلام ده امبارح، وانا اعترفت لك بذنبي وقلت لك فلوسك هتوصلك على داير مليم. وانا جاي النهارده عشان اخد فلوسي. لا انا النهارده مملكش مليم احمر. انا الفلوس اللي سرقتها انا وانت ضيعتها كلها. بس انا مش خارج من هنا يا جلال الا لما اخد نصيبي في الفلوس 100,000 جنيه. وحياتك انت هديك فلوسك على داير مليم، بس اديني فرصه 2 يومين مش اكتر. لحد ما تهرب؟ لا لحد ما ادبر لك المبلغ. ما خبيش عليك يا سعدان اخويا، انا امبارح بعد ما انت مشيت على طول عملت اتصال بالبنت اللي كنت متجوزها زمان. البنت طليقتك بنت الراجل صاحب المطعم؟ اياه عليك نور يا صاحبي، وانت عارف انه راجل مليونير ومقتدر وفلوسه كتير ما تتعدش، وانا طلبت منها انها تسلفني المبلغ اللي ليك في ذمتي. وهي هبله عشان تفنجر عليك ب100,000 جنيه؟ مالكش دعوه يا سعداني، انا ليا طريقتي اللي هاخد بيها الفلوس دي. اسمع يا جلال، انا هربت من السجن مخصوص عشان الاقيك واصفي حسابي معاك، ومش هديلك فرصه انك تخدعني تاني. كلها 48 ساعه وتحضر لي الفلوس، يا خدتها يا خدت روحك. وانت عارف ان السعداني قتال قتله محترف وليه سوابق كتير قبل كده. سلام سلام يا صديق الندل. مالي انا؟ أنا مالي تزرع في بيتك كاميرات ولا تزرع ملوخية خضرة حتى؟ أنا جاي هنا عشان أعرف إيه التهديد بقى اللي بتهدد بيه بنتي سلوى. يا أستاذ صالح روق كده وبلاش الانفعال الزايد ده عشان نقدر نتفاهم. موضوع الكاميرات اللي بزرعها ليه علاقة وثيقة بالكلام اللي أنا قلته للمحروسة بنتك. يعني إيه؟ مش فاهم. خد السي دي ده اتفرج عليه لما توصل للبيت وأنت تفهم كل حاجة. Ha 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 ha!
السافل المجرم. ازاي يا سلوى قدر يصور الشريط ده من غير ما تاخدي بالك؟ ازاي؟ معرفش يا بابا، معرفش عمل السديات والشرايط دي ازاي. انا كده دلوقتي فهمت، فهمت ازاي كان بيزرع كاميرات جوه البيت وزرع كاميرا خفية في اوضه النوم بتصور علاقتكم الزوجية ايام ما كنت متجوزاه. الندل الجبان الخسيس يقوم يصور ادق تفاصيل علاقتنا الزوجية اللي ليها قدسيتها واحترامها. هو ده يعرف قدسية ولا احترام؟ ده انسان معدوم الضمير، ولا بلاش اوصفه بان انسان لان كده ابقى بهين الانسانية كلها. بابا لازم تبلغ البوليس، لازم. لا يا سلوى يا بنتي، لا لا، لو بلغنا البوليس يبقى فيها فتح محضر وفيها سين وجيم ومشاهدة الشريط وكتابه في الجرايد، وبكده تبقي اتفضحتي بصحيح. هل حضرتك ناوي تعمل ايه؟ هشتري ساترك طبعا، هدفع له الفلوس اللي هو عايزها، واخد اصل الشريط عشان احرقه. دودي بس بنتي يا دودي. ايوه ايوه يا عمتي، عاوزاني في حاجه؟ تعالي يا حبيبتي استني. قولي لي، هو ابوكي واخد سلوى في اوضته بقى لهم ساعه بيقولوا ايه؟ مش عارفه، بس واضح ان في موضوع مهم ومش عايزين حد يسمعه. طيب ايه الشريط اللي كانت بتتفرج عليه سلوى من شويه؟ برضو معرفش، لانها قعدت تتفرج عليه وهي قافله على روحها الباب. انا حاسه كده ان في حاجه حصلت وهم مخبيين علينا. انا برضو حاسه بكده يا عمتي. سلوى. ايوه يا دودي. في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه، انا اختك وطول عمري ستر وغطى عليكي عشان خاطري. طمنيني قوليلي في ايه. حاضر، انا هحكيلك. يا دودي صباح الخير. هو انت؟ هي حصلت كمان تجي لي هنا لحد البيت؟ اديني فرصه اتكلم مع حضرتك يعني. معلش انا اسفه قوي، ما عنديش وقت اضيعه، مش هقدر ارغي معاك، عندي كليه. كليه؟ هنعرف ان المحاضرات بتاعتك بتبقى بعد الظهر، ايه اللي ماشيك الصبح بدري قوي كده؟ انت كمان عارف مواعيد محاضراتي؟ انا اعرف كل شيء عنك يا سيدي. متشكره قوي على الاهتمام الكبير ده، بس انا بحب اروح الكليه بدري اقعد مع زمايلي قبل المحاضرات. عندك مانع؟ لا لا اطلاقا اطلاقا. هل عن نفوخي بقى. الله. ايوه بس انا لسه ما خلصتش كلامي. انسه دودي ما خلصتش كلامي. لا يا استاذ صالح، لا تدفع له فلوس. لا لا، يعني ايه يا دكتور؟ انا وبعدين انت مالك انت ومالي الموضوع ده؟ وازاي سلوى تتجرأ وتحكي لك حاجه زي دي؟ عشان انا وسلوى اتفقنا ان احنا ما نداريش حاجه على بعض. يا سلام، ليه بقى؟ لاننا بنحب بعض. نعم بنحب بعض. ايوه بنحب بعض، واتفقنا ان هي تقول لي كل حاجه وانا اقول لها كل حاجه. طب يا استاذ ما دام بتحبها قوي كده، ما جيتليش ليه تكلمني عنها وتطلب ايدها للجواز مني انا؟ بصفتك ايه؟ قصدي لاني لانك ايه يا دكتور؟ اتكلم. لاني مستني الفيلم الغنائي اللي انت وعدتني اني هشترك فيه. ايوه مش عايز اتجوزها وانا انسان عادي، عايز اتجوزها وانا فنان. ايوه ما انت دكتور اهو، دكتور وناجح كمان. كرهت الطب بالاسنان، كرهت السنان نفسها، عايز اقدم لها نفسي فنان. طب يا حبيبي بقى، لحد ما تبقى فنان مش من حقك ان انت تتدخل في اي شيء يخصها. انا بس ابوها الوحيد اللي له الراي والكلمه الاولى والاخيره في اي شيء يخصها. وبعدين بصراحه بقى انا شايف ان مصلحه سلوى في ان ادفع الفلوس لطليقها علشان احميها من انها تنهار نفسيا وتنهار شخصيا. وانت ايش اضمنك ان الشريط اللي معاه مش هيطبع منه 1000 نسخة ويطلب منك فلوس تاني ويبتسك؟ طب
امال اعمل ايه؟ سيبني انا اتصرف. لا لا، اي حد يتحشر تاني الا انت. بص ايدك يا استاذ صالح، المره دي انا واثق واثق ان هجيب نتيجه كويسه. مستحيل، وانا كمان مستحيل، مستحيل اسيب انسان وضيع زي ده يبتسك وياخد منك فلوس. انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه. انت اغلى عندي من مرحوم والدي، انت مقام المرحومه امي. شوف بقى، وحياه ابوك وحياه امك، مالكش دعوه بالموضوع ده خالص. تطلع منه وتسيبني انا اتصرف زي ما انا عايز. قاعده لوحدك ليه يا دودي؟ متضايقه شويه. من ايه؟ مشكله سخيفه كده حصلت لسلوى اختي وحكيت لي عنها امبارح. يا شيخه سيبك، كل مشكله ولها حل. قومي دلوقتي عشان نروح الجامعه. طب روحي انت وانا هاجي وراكي. أنسة دودي، تسمحي لي أشرب شاي معاكي؟ هو أنت ورايا ورايا؟ كل مكان بروحه برضه ورايا؟ ده شيء زاد عن حده يا أخي. بلا شاي، خليها كابتشينو. استنى يا صالح بيه. عايز مني إيه تاني؟ هو حضرتك رايح فين دلوقتي؟ رايح البنك. عشان تسحب 150,000 جنيه وتديهم للوجد ده. أنا حر، دي فلوسي، أنا هعمل كده فعلاً، ماليش دعوة بيا. طيب قول لي، هو البنك ده فين؟ في الزمالك. جنب الأهلي؟ وانت مالك؟ لا، حب استطاع بس. شارع المرعاش لي نمرة 52. ارتحت يا سيدي؟ تحب احكي لك نشأة البنك كمان؟ اعوذ بالله منك يا اخي. اعوذ بالله منك يا اخي. ها، انا اللي بعمل لمصلحتك. صالح بيه، انت ايه اللي جابك يا دكتور؟ قلت اجي اطمن عليك. وايه الشنطه دي؟ اصل عجبتني الشنطه اللي معاك، قلت اجيب اختها تبقى معايا. مين اللي بيكلمك؟ الو. ايوه يا سيدي، كله تمام، بس لما اجي لك تكون محضر السيديهات والشرايط والاصول بتاعتهم. فكرني بالعنوان تاني بقى، 103 شارع نوال العجوزه. طيب انا جاي على طول. 10 دقايق وابقى عندك. مع السلامه. تحب اجي معاك للراجل ده؟ ها؟ اجي معاك. لا يا سيدي مش عايزك. ايه ده؟ ايه؟ راحت شاط، الشكمان واقع ولا ايه؟ شكمان ايه اللي واقع؟ الشكمان بتاع العربية. ايه واقع؟ لا. حاجة غريبة. الشكمان زي ما هو مفيش حاجة. أمال إيه ريحة الشياط دي؟ إيه؟ شياط إيه؟ أنا عارف. لا لا لا، أنت دايماً تحب تهزر وده مش وقته. لا ما بهزرش. أنا الحق عليا بسمع كلامك. شياط. يلا مع السلامة، مع السلامة. مع السلامة. شياط خالص. مع السلامة. مع السلامة، مع ألف سلامة. جبت الفلوس؟ أيوة جبتها. طب خش. أنا مش عارف إزاي اتغشيت فيك وجوزتك بنتي. أنا لو كنت أعرف إنك بالحقارة دي أنا كنت. بقول لك إيه يا صالح، ده منهوري. أنا مش مستنيك ده كله عشان تيجي تقطمني وتديني درس في الأخلاق والمبادئ. فين الفلوس؟ فلوس الشنطة دي. طب يلا لايمني. بس أنا ليا شرط. شرط إيه؟ تكتب لي إيصال أمانة بنص مليون جنيه. إيه؟ أيوه، عشان لو ظهر معاك نسخ تانية من الشريط والسي دي وهددتني بيها أعرف أحبسك بإيصال الأمانة. ماشي الكلام يا ابو سلوى، بس على فكره لو حاولت تلعبني بايصال الامانه اللي معاك ده، ساعتها يا صاحبي ما تلومنيش في اللي هيحصل فيك وفي المحروسه بنتك. طيب اتفضل افتح الشنطه وخد فلوسك. ماشي يا عمنا. ايه ده؟ دول ال 150,000 جنيه يا صالح ده منهوري؟ معقول؟ الفلوس راحت فين؟ عليا انا الكلام ده؟ جاي توكلني الاونطه وتستغفلني يا صالح؟ صدقني انا ما اعرفش، ده اكيد مقلب اتعمل فيا. انا مش عايز كتر كلام. حاضر. قوم فز. اديني فزيت. بقول لك ايه؟ انا هعمل باصلي واديك فرصه لحد بكره عشان تجيب لي فلوس.
ماذا وإلا؟ لا 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 ما فيش داعي للماذا ولا إلا. بكرة زي دلوقتي هتكون الفلوس عندك. الله يخرب بيتك يا دكتور حسن مطرح ما انت قاعد. سيبيني عليه. امسكي يا سلوى. ابعدي يا بنت. يا بابا يا بابا هدي اعصابك ارجوك. انا لازم اقطعه ولازم اكله بسلاني اكل. ما كانش العشاء يا استاذ صالح. بقى انا فاكرك دعيني في شقتك عشان عزمني على العشاء. او ما عليك عايز تتعشى بيا. خلاص يا بابا عشان خاطري. انا لازم اقطعه. سيبيني خالص. سيبيني لو سمحتي. اوعي تسيبيه. ايه يا جماعه؟ ايه الزعيق ده كله؟ في ايه مالكو؟ في ان الدكتور المحترم سرق مني شنطه فيها 150 الف جنيه. لا يا استاذ صالح لا، شنطتك وفلوسك هم في الحفظ والصون. اتفضل جبتهم لك معايا. ايوه يا بابا فعلا ظلمت الدكتور حسن، الفلوس كلها هنا. وتقدر تهدهم لو حبيت. وايه اللي خلاك تبدل شنطتي بشنطتك؟ عشان ما رضيتلكش تكوع من دمك 150 الف جنيه للراجل المجرم ده. وترضالي اني انا افضح بنتي؟ ما انا قلتلك يا صالح بيه سيبني انا اتدخل في الموضوع ده وانهيه كما ينبغي. انت ما وافقتش. ولحد دلوقتي انا مش موافق. وعايزك ما تتدخلش في اي شيء ما يخصكش. افهم بقى. ما يخصنيش ازاي وانتوا تخصوني يا حاج؟ ايوه كلكم تخصوني. انتوا العيله المحترمه الوحيده اللي انا اتحرمت منها طول عمري، واللي حسيت بكينينتي وبادميتي وانا عايش معاكم. جايز اكون تصرفت تصرف سيء، بس غصب عني ما كانش قصدي. كانت نوايا يا حسنة. ربنا وحده اللي يعلم انا بحبكم قد ايه. ايوه بحبكم كلكم صرف النظر عن اني ما تعشيت. عن اذنكم. فهمني بقى عايزني في ايه؟ قصدك في خدمة يا دودو. لا والله ما بعيش يا ابو علي. هو ايه اللي ما معكش؟ فلوس يعني. يا بني ادم انت، انا قلت لك انا عايز منك فلوس؟ امال عايز مني ايه بالظبط؟ خدمة يا دودو لو عملتها لي انا اللي هدي لك فلوس. ايه ده؟ بجد ابو علي اخيرا هتقبجني؟ انت عارف يا دودو انا طول عمري كلمتي واحدة. طيب ايه الخدمة بقى اللي انت عايزني فيها بالظبط؟ الصبح هنضرب واحد. واحد راجل؟ لا هنضرب واحد زبادي في الخلاط. ما تصحى معايا. طيب ما تفهمني مين ده وهنضربه ليه؟ بعد ما نضربه هفهمك ضربنا ليه. ايوه ايوه اللي على الباب مسروح كده ليه؟ ساعدني. جهزت لي المئة الف جنيه. طب بس ادخل نتكلم جوه ليكون حد رقمك ويروح يبلغ عنك. في النصيب يا جلال. بعد ساعتين ثلاثة بالكتير الفلوس هتكون موجودة. خلاص يبقى اقعد استناه. ماشي يا صاحبي. فطرت؟ مفيش لقمة دخل الجوفي. خلاص اروح اجيب فطار ليا وليك. جلال اوعى تكون بتلعب بيا يا جلال. انا جاي لك النهاردة قاتل يا مقتول وطبنجتي معايا في جيبي. عيب عيب يا سعداني. انا قلت لك ان الفلوس هتجيني بعد ساعة ساعتين بالكتير، واللي هيجيبها بطليقتي صالح الدمنهوري بذات نفسه. طب روح هات الفطار وانا مستنيك. ماشي يا صاحبي مش هعوق عليك. you
بابا. انت لسه ما نزلتيش مدرستك لغايه دلوقتي يا سلوى؟ انا ماليش نفس اخرج ولا اروح في اي حته. وبعدين يا سلوى بقى، انا مش عايز اللي حصل ده ياثر على نفسيتك بالشكل ده. اديني رايح دلوقتي للناد لطليق. حضرتك هتروح له دلوقتي على طول؟ لا، هروح الرستوران الاول عشان عندي ميعاد مهم وبعدين اطلع عليه. انا اسفه بابا جدا، حر ونار في جتته الفلوس اللي هياخدها من حضرتك. مش مهم الفلوس، فداكي يا بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا يخليك لي يا بابا. مين انتوا؟ لا مفيش، يعني المسدس اللي مع حضرتك بتعمل بيه بالظبط؟ مالكش دعوه بالمسدس، قول انتوا مين. احنا انا اتنين مندوبين للبيع يعني. ايوه عندي عندنا كل حاجه، بنبيع كل حاجه ومعانا شنطه مليانه حاجات بنعدي على الشقق علشان نبيع. بص احدث حاجه الفرشه دي مخصوص اللي زي حالتنا. بص حضرتك جرب، عندنا حاجات كتيره هتشوفها، عندنا ملايات سوق المحل. عجب. اتفضلوا. شكرا يا فندم، اتفضل تعالى. طلع البضاعه وري للبيت. حاضر. يا رب يبقى حظنا حلو ونبيع. اتفضل. عندنا احدث حاجه، عندنا فلايات، عندنا كوبايات، عندنا ملايات. ايوه شفت. ايه رايك يا باشا في النوع ده؟ ايه رايك؟ اول ملايه طولها 18 متر. قيس معايا. قيس معايا كده. احنا لا بنضحك. قيس معايا. اطلع بره. اعتقد في واحد هيجي ياخدهم ويوديهم للمحامي وبعد كده همشي على طول. تحرم تحرم تهدد صالح الدمنهوري وبنته يا نجم. وكان بيهددوا بايه يا ابو علي؟ بيهددهم بشويه شرايط ودسيهات. الشرايط دي فيها ايه؟ فيها انت مالك، انت فيها ايه ولا ما فيهاش ايه؟ المهم نلاقيها. انت يا جبان. ولا قطع النفس كده ليه وما بيتكلمش؟ بطل فرفره ابو علي. ايوه مفيش نفس ابو علي. ايه وفي حاجه كاتبه نفس؟ مش عارف. طيب المهم عايزين ندور على الشرايط والدسيهات. الشرايط دي فيها ايه؟ ما جابش دعوه، قلت لك ندور عندك. حاضر. تعال ندور طريب. اتفضل يا استاذه، ادي الشرايط وادي الدسيهات، ده كله اللي كان في بيتي اللي ما يتسمى. جبتهم ازاي يا دكتور حسن؟ عيب يا جميل، عيب. ده انا الدكتور حسن حلال العقد. تفتكر مين اللي عمل فيك كده؟ واحد من الاثنين كان اقرع. اقرع ما الاثنين قرع. كان اسمه حسن. اكيد اللي عمل فيك كده حد من رجاله صالح الدمنهوري. ايوه فعلا، واحد منهم كان بيقول لي عشان تبطل تهدد صالح الدمنهوري وبنته يا نجل. كده انا فهمت الفوله. يبقى صالح الدمنهوري كان بعت الاثنين دول عشان يضربون انا، وهم من تغفلهم افتكروك ان انت انا، فعملوا فيك اللي عملوه ده. انا لما حسيت اني هموت في ايديهم مثلت عليهم اني قطعت النفس عشان يبطلوا ضرب فيا. وحياتك انت لكن رايح لصالح الدمنهوري ومعلمه الادب. وحياتك انت ما حد رايح له غيري ومعلمه الادب. وما دام ما جابش الفلوس كمان
هاخد الشرايط والسيديهات اللي عندي واروح اوزعهم في المدرسه اللي بتشتغل فيها بنته وفي النادي اللي هو عضو مجلس اداره فيه. شرايط ايه يا خيبه؟ ما سرقوها. بتقول ايه؟ سرقوها؟ ما انا قاعد مستني المرسال بتاعك عشان ياخد الورق، ما هو لسه ما جاش. ارجوك يا استاذ رؤوف كلمه على المحمول واستعجله، انا اصلي عندي ميعاد واتاخرت عليه. ايه ده؟ انت مين انت؟ انت دخلت هنا ازاي؟ انا اللي خدت العلقه من حسن اللي انت بعته. حسن مين؟ انا ما بعتش حد. في ايه؟ ازاي في واحد جوه بيضرب الحاج صالح؟ وواقفين تتفرجوا؟ يلا حد يبلغ البوليس يلا. ايوه اللي على الباب. حاضر انا جاي معاكم، مفيش داعي للعنف، انا ما بحبش هنضرب الا في الاسم. هما هياخدوك على فين يا استاذ جلال؟ ابدا يا سليمان، مشوار صغير، يا دوبك 7-8 سنين وراجع على طول. طب واجره الشقه اللي صاحب العماره عاوزها؟ يا راجل انت ما عندكش صبر، بقول لك 7-8 سنين وراجع على طول. خدوه. بقول لك مفيش داعي للعنف. كويس يا سعدان انك وقعت، بقالنا كتير قوي بندور عليك. ايوه يا باشا، بس لو هترجعوني للسجن تاني يبقى المره دي بقى لازم تجيبوا الشيك معايا في الجريمه، مش هشربها لوحدي. قصدك جلال اللي انت اعترفت عليه من شويه؟ ها ايوه يا باشا هو ده. ما تقلقش، زمانه على وصول، بعتنا له قوه مخصوص تقبض عليه. ايوه من الطارق؟ استاذ صالح انا مش قايل لك يا حسن ما تتحشرش. عيني يابا مش شايف بيها. سلامت عينيك يا بابا. ودني يا اما مش سامع بيها. سلامت ودنك يا بابا. حاول يا ناس، انا حاسس ان انا ضاع مني 12 ضلع وقرقشتين. كل دي اوهام يا صالح من شده العلقه اللي انت خدتها يا اخوي. ايوه منه لله، حسن ابن خليل ضي الاناديل، حشر نفسه زي العاده وراح ضرب الراجل، خلى الراجل جه انتقم مني. صحيح يا بابا دكتور حسن اتحشر، بس حشرته جت بفايده. في دي بقى يا بابا سلوى عندها حق، لولا يعني ان الدكتور حسن راح ضرب الراجل ما كانش الراجل جالك الرستوران وضربك، والعمال بلغوا البوليس جم مسكوه وخلوه يعترف على المجرم شريكه جلال، وهم الاتنين دلوقتي مشرفين في التخشيب. وما تنساش حضرتك، لولا تدخل دكتور حسن كان زمان حضرتك دفعت 150,000 جنيه اللي كان عايز جلال يبتزهم منك. كتر خير الجدع عرض نفسه للخطر عشان يجيب لك الشرايط اللي بيهدد بيها بنتك. خلاص يعني كلكو لبستوا روب المحاماه وبتترفعوا عنه؟ مطلقا يا بابا، انا بس بقول كلمه الحق. طيب يا سلوى يا نصيره الحق، ابقي فكريني لما اقوم بالسلامه اكلم معاكي في موضوع يخص الدكتور حسن ده اذا رجعت وقفت على رجليا تاني. بنطلونات ستريتش. البنطلونات هتلاقي البنطلونات على ايدك اليمين هناك. ايه بنطلون السندوتش اللي بتقول عليه؟ انا لسه كنت هقلبها، حظ خدمها حاجه تخنق. الو هاي دودي، اهلا ازيك؟ لا كل شيء تمام، الشغل في البوتيك ماشي 100 100. لا ما تعبتش ولا حاجه. لا اطمني، دي حاجة سهلة خالص. ماشي يا دودي، اطمني قوي. سلام. من فضلك فين اوضه البروفة؟ اوضة القياس يعني. هناك اهي. مش دي؟ طب ممكن اخلي الشنطة دي عندك؟ طبعا، في حفظ والصون. اتفضلي حضرتك.
خد يا خالي الموبايل ده دايما ليك. الله على ما جايب الكريشه اهو كده فعلا. البوليس مش هيعرفني وانا شايل الموبايل. من زمان وانا نفسي اشيل موبايل ريشه. بس على فكره لازم تشتري له شريحه جديده بنمره جديده. ليه؟ هو بايظ ولا ايه؟ لا مش بايظ يا خالي، بس انت لو ما عملتش كده معارف الست اللي انا سرقت منها الموبايل هيفضلوا يتصلوا بيك وانت بالتالي هترد عليهم. خلاص انا اعمله فامبريشن، بس على رايي كل شويه هيتصلوا بيا ويخطوني ويهزوني وانا مش فاضي للهزه دي كل شويه. بس انت ليه يا ريشه بنت اختي بتضحي بنفسك؟ فعلا انا ربيتك، ليه تبديني على نفسك وتديني الموبايل ابو فلوتوس ليه؟ يا خالي ما تعملش فيها فيلم هندي وعمال تقولي انا ربيت وضحيت والكلام اللي انت عمال تقوله ده. بصراحه يعني الموضوع كل ما فيه ان انا لو خدت معايا الموبايل في البوتيك ممكن صاحبه الموبايل تيجي تطب في اي وقت وتشوفه معايا وتكون معلمه على ما كده ولا كده تعرفوا على طول واروح انا في دكر. ايه ده، هي جت ولا ايه؟ مين دي؟ صاحبه الموبايل. ما تسيبني بقى اخش اعمل لي اي حاجه في المطبخ كده اظبط فيها دماغي. ريشه تعسى وريني. رش هاي خالي. بقولك يا ريشه، الولية اللي انت ضربت منها الموبايل ما لهفتش منهم قرشين كده جنب الموبايل؟ بصراحه يا خالي ما عرفتش شلت شغل الموبايل وقرشين كده على خفيف. قشطه يا ريشه، يا رش يا جميل. ايدك بقى بك. لا يا خالي خفت عوم ابد. ايدك ضيق، خليك مقشفر يا بت. مقشفر يعني ايه؟ انا لسه مش جايبه لك قرشين من الولية اللي اسمها تفيده دي ومديهم لك. طارو. ازاي يعني طارو يعني؟ رحت اشتريت كام جلابيه على كام قميص نص كم كده اخر شياكه على بدلتين على شويه ريشتات. وايه لزوم هالبعزاء دي يا خالي؟ انت مش لقيت شويه بدل في دولاب الراجل اللي اسمه خليل اللي مات ده وخدتهم وقيفتهم كده على مزاجك وخدتهم لروحك؟ اسكت يا رشرش، انا ما حكيتلكيش على اللي حصل واللي لقيته فيهم. لقيت ايه يا خالي؟ ده بدل ريحتها عته تعبانه دايبه وبيشه، لقيتهم ريحتهم نفتالين وفلفل اسود وبدل قديمه موديلات قديمه. طب اقول لك حاجه، انا بمد ايدي في جيب بدله فيهم طلعت تذكره لحفله منيره المهديه، الوجه الجديد منيره المهديه على الاوبرا. معقوله محامي محترم زيي يلبس الموديلات دي قدام الراجل صالح ده؟ معقوله ده الموديلات دي من ايام بابيون بربرت؟ لا لا ما يصحش يا خالي. خلاص انا خلاص هتصرف لك في قرشين. ربنا يخليك يا ريشه، فعلا انا ربيت. خش حبيبتي تصرفي، خش ماشي خير حبيبتي. رشنش الو. ايوه مين حضرتك؟ ازاي تتصلي يا ست هانم في وقت متاخر زي ده ببيت ناس محترمين؟ انا مين؟ انا حرام الموبايل يا هانم.
ترجمة